يما ديري ديري شي ولوق ديري كاتنا. لا لا ماشي كاتنا 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 كاميرا كاوشي تعتني بحالي بوش. سمعوا يا حبابنا عاود ترهنا تعتني بحالي بوش. كي كنت كيرانا غلطة تحوالنا وما كان بيالوش. سمعوا يا حبابنا عاود ترهنا تعتني بحالي بوش. ولعب عقابنا هضامي كاتنا فتح ما يعدوش. خليني نروح مانيش مليح عشيت نجري فيها كان مصحفت لكم مرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي الكادنة. ضحية حلقة اليوم هو لاعب شباب الوزداد حمزة بالأحوال. ما نطولش عليكم مشاهدينا، نخليكم تشوفوا ردة فعل الانفيتي تاعنا من بعد ما يعيط له سوا ديزون دلال الخير يقول له شفنا شخص داخل المقبرة وديت صورتك وفيها كادنة. ابقوا معنا مشاهدينا بعد الجنجل ونشوفوا ردة فعل تاع الانفيتي تاعنا. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا درت الديكيزمون تاعي، ضيف حلقة اليوم كما سبق قلت لكم هو لاعب شباب بالوزداد حمزة بالأحول. كما العادة خويا نعيطوا له ونشوفوا راه مع طارق اللي يعيط هكا. قولوا بلي لقينا صورتك فيها كادنا ونشوفوا لا رياكسيون تاعك. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم خويا. مشاك خويا؟ لاباس الحمد لله. حمزة بالأحول ياك؟ حمزة بالأحول. الله يبارك. كان واحد الامر عيطت لك عليه، كان انا هنا وليد القبه، كان عندي ولاد حومتي صابوا واحد الانسان داخل الجبانه. صابوا عنده ساشي فيه تصويرتك خويا. هاد التصويره راهي فيها كادنا، فيها طلاسم، فيها ما سمعتكش. ما سمعتش. عاود لي عاود لي عاود لي. شاش فيها؟ قلت لك فيها كادنا خويا العزيز. فيها تصويرتي انا، تصويرتي من جابها. شكون وين راك؟ وين راك انت؟ جوار حبيبي جوار. والله في سي ار بي انا بالاحول حمزه. بالاحول واه بالاحول حمزه. والله ايه انت يا خويا نار. اقسم بالله راك خالعني خوانا. انا ديجا ما عندي تصاوير وما عندي والو، ما عندي يا راك خالعني خويا على بالك. والله خويا واش نقول لك، انا بالله الخير خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيت خويا؟ شكون شكون معايا؟ صاحبه طارق لاعب شونتور. طارق سمير. انا يا خو سمير. سامي بشرك صافا خويا؟ والله غير الحمد لله ربي. بخير. شو السيده معايا؟ يا طارق الله ينورك. لازم تجيبو يا خو، جيبو باش نشوفو مع هذا السيد هذا ويفريها معاه ويشوفو. دوك نجيبو يا خو. صحيت يا خو. صحيت يا خو. صحيت خويا. صحيت خويا. غير تجيبو. فهمنا واش يديروا يا شيخ. عرفني علاش؟ الله يرضى عليك. استغفر الله. المشكل انه هذا المفتاح، هذا الكادنا لازم تنحل بالمفتاح. وين حاط المفتاح؟ باذن الله. فهمت؟ المفتاح اعطينا مفتاح حل هو المعني بالامر، هو اللي يفتح. الحمد لله. الحمد لله.
تحس حالك مريح؟ مرتاح؟ باش حال هذا معليش شنو عندك تسمع في هذا حاول هذا بالثاني ها طاح لازم شي تهبل كل ما شي هذاك هذوك هم قدام عليهم مانيش نزعق عليهم قدام عليهم هذوما انا انسان حاول 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 انا انسان قال لي انا هذه خدمتي نكت لك اليوم نكت لك اليوم نكت لك اليوم نكت لك وعليها الفاميليا اليوم نكت لك اليوم واش قالت لك الفاميليا شكون باتك قال لي دير له هذه باش ما يجيش يلعب في التشكيله الاساسيه هذا ما كان شكون هذا اللاعب كما قلت لك نقول لك شكون هذا اللاعب قول لي شكون هذا اللاعب سير المهنه قول لي شكون هذا اللاعب هذه خدمتي الفاميليا وشي خطير هنا سرطان وموت قلت لك صراحه خطير جدا شي دروكيش يحل حل القفله وعنده المفرد هذا وعنده هذا 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 اعطيني كادنا يا الفاميليا ولا تفك الساعه اعطيني كادنا لا 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 عطاني كادنا فتح ما يحلوش خليني نروح ولا فين فيها هلوش حلي كادنا حلي كادنا شكون اللي باتوك شاع شكون اللي باتوك كان واحد لاعب اسمع قول لي اسم هذا اللاعب قول لي اسمه وشاي وعدتهم ما قول لي اسمه سيدي قول لي باش يبدا اسمه باش يبدا ما بغاش يهدر كاع ما بغاش يهدر شو حالتك شو حالتك يا دايره كنت روحك كنت تسحر روحك كنت تروحك ما تعطينيش ما قدرش الفاميليا ما ايش قادر عطيني اخويا ما عطيناش عرفت شنو هو ما تلبخ اخويا بريا هاي فتحت الكادنا بالحول علاش خويا علاش زدت لي سؤالك في هذا اخويا تحبوكم يا اخويا بالك قلبي راه يضرب اقسم بك وزنا شويه قلبي يحبس اقسم بالله قلبي يحبس علاش خويا علاش خويا هاك ملح خط تبدلني روح الفاميليا يتبدل هذا والله يتبدل خطره يتبدل خطره يتبدل والله ما عرفتك والله ما عرفتك يا اخويا حي ولا بالاحمد دونك يا اخو حنا ماذا بين نحكوا ميساج للمشاهدين تاعنا باللي الواحد يشد يكون عنده ايمان في قلبه يشد في الله اللي حبي الحق حاجه يدعي ربي سبحانه بلا ما يطرق هذه الامور تاع الشعوذه بلا ما يا اخويا كيما يقولوا هذه الظاهره انتشرت بزاف صورتها في المجتمع تاعنا انا اخوان من هذا المنبر اخوان ان شاء الله يا ربي الناس هاد الناس ينالوا الشيطان وتدي شكاتب لك ربي وكل واحد يدي شكاتب له ربي وينقصوا علينا هذه الظاهره وان شاء الله يا ربي يكون اللي يكون عنده ايمان قوي ما يمشوش هاد الصوالح بصح خويا هاد الصوالح بزاف السحر هذه الدائره تاع السحر ربي يهديهم وربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي هو اللي يشوف الحق ان شاء الله سبحان الله حيونا حمزه بالله الجوار تاعنا خويا حمزه
نشوفك في رمضان ان شاء الله في قناه شروق. قول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم. صحه فطوركم وصحه رمضانكم. وراك ضبني. ربي يحفظك.